سؤال محرج بالشخصي. هي أول مرة بحكي فيها بالتفاصيل الآن. اختيار محرج. تلفزيون الثورة انضميت لإله، تلفزيون الـ LBC. حكون صريح معك. مارسيل غانم الـ LBC، مارسيل غانم الـ MTV. ولا واحد. بدك تختار واحد. من هو رمز تلميع الطبقة السياسية يريد أن يكون رمز الثورة على الطبقة السياسية. السيد حسن نصر الله البطريرك بشارة الرعي. أنا هيك انصدمت حياتي. سمير جعجع جبران باسيل. في الإنسان ما يختار يعني؟ مشكلة إنه ما فيك ما تختار. أنا بس حتى أقول لك شالب. أوف. طبعاً. الشهيد رفيق الحريري الرئيس سعد الحريري. حط الصورة للسعودي هو بيقول لك. شرب الخليل. وما يخرج. لو كان ببلد آخر كان اليوم بالسجن. ما يخرج من هي ما يخرج. جيت لي لإيران وحياك بالسجن ما بتعرف تقولي لبنان بس بيستاهل لأنه هو ما نختار. ياس أبو صعب جوليا أبو. شو مرة سمعت عن إنه عندي علاقة مشبوهة مع شي دولة؟ ليش تسمعون عن ياس؟ تسمع كتير أشياء. قلت حتى مهرجانات للمقاومة جوليا ما بقى رح تعمل. بدنا السيد حسن وبدنا شنكر مع بعض. لما يكون بدك هيك كون أنت حدا منافق. إن شاء الله يا رب بيشفى من موقف السياسي. أنا آمن. سؤال محرج في السياسة. بالهول مش محرجين. عون الرئيس تخلى عن عون الجنرال من أجل السلطة والرئاسة من أجل مصالح جبران باسيل لم يتخلى. أوف أوف. هيدا أصبح إجرام. هشام حداد في الثورة متسلق من أجل منصب ردت فعل على استبعاده من التيار. كنت مضلل ووعيد. أبداً. قلت اللي قايل كنت حمار. جربوا يعملوا لي وزير ليش ما عملت؟ مين اللي طلب منك؟ ما بدي سمي. وقفت عندك على أنك تسمي مين الشخص اللي طلب منك؟ هي سيدة في الويت ساكنة في الويت. من اخترق الثورة؟ أموال السفرات، الأجهزة الأمنية، القوات الاشتراكية، التيارات الإسلامية. وحياة أولادي ما شفت. موقف محرج. ما في واحد يكون مستشار وسليم جريساتي ويكون آدمي. شو مشكلتك مع القاضي جريساتي؟ اتهام، اتهام كبير. انحلال أخلاقي اتهمت فيه جبران باسيل. نحن ايش لعنا أصلاً أبو حمزة، زبطناه عملنا ميك أب صارت حمزة. دمت